بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول، سنعرض عليكم الآن بعض الآداب الواجب التحلي بها أثناء حديث المعلم، أثناء حديث المتكلم. فما هي هذه الآداب التي يجب أن تتوفر فيك أثناء استماعك؟ فأول أدب من هذه الآداب التي يجب أن تتوفر، نسمع إلى الطالب أيمن الغمدي. تفضل يا أيمن. آداب الاستماع. واحد، الإنصات. الإنصات، ممتاز. ما فائدة الإنصات للمستمع يا أيمن؟ فهم المسموع. أحسن. وأنا بالنسبة لي كمتحدث، عندما أجد أيمن أو أجد الشخص الذي أمامي ينصت باهتمام، سأكون مسرورا، سأتحدث وأنا في كامل الراحة والسرور، لأنني أجد فائدة تعود على المستمع من هذا الكلام الذي أتحدثه. الفائدة أو الأدب الثاني يا أيمن، النظر إلى المتحدث. أيوة، أن ينظر المستمع إلى المتكلم أو المتحدث. ما فائدة هذا الأدب يا أيمن على المستمع؟ الانتباه لكل ما يقال للنص. أيوة، في هذه اللحظة المستمع أدرك، أنا كمتحدث كمعلم أدرك بأن الطالب عندما ينظر إلي فهو يفهم ما أقول، أن الطالب مركز معايا، أنه يظهر لي هذا التركيز لأنه شغوف بما أقول، فهذا يعطيني نوع من الراحة لأنني أدرك بأن كلامي مفهوم. الأدب الثالث، إظهار ملامح الفهم. أيوة، أن يظهر المستمع ملامح للفهم، يعني أن يجلس وحتى وإن كان يهز رأسه، نعم أنا أفهم، فهم. وهذا فائدة على المستمع ماذا أيمن؟ تشجيع المتحدث على الإعطاء الزائد. ممتاز، سيكون يعني المستمع وكأن المستمع يعطي يعني طاقة إيجابية للمتكلم، أنني أفهم وأدرك ما أقول، كلامك واضح وكلامك مفهوم. فطبعا هذا سيعود علي أنا كمعلم وكمتحدث، سيعود علي بالنشاط والحيوية، وأنا حتى وإن كنت تعب، حتى وإن كنت أعاني من بعض المشاكل، ولكن سأجد بأنه طالما هناك مردود وهناك صفة أو مردود إيجابي على من أمامي، سأجد بأن ذلك مريح ويعطيني نوع من أنواع الراحة والنشاط والحيوية. فمين؟ بخلاف طبعا العكس يا أولاد، بخلاف العكس، لو واحد مستمع وجلس وهو يعطي ظهره، أو المتكلم يقول شيئا ويجلس المستمع ويهز رأسه بمعنى لا، ويهز رأسه يمينا ويسارا هكذا، فهم إزاي؟ ما شعور المتكلم أو المتحدث أو المعلم؟ أكيد سيشعر بالإحباط، أكيد سيشعر بشيء يعني من الغضب. كيف يعني هذا، يعني كيف يظهر هذا المستمع حتى وإن كنت معارضا للمتكلم؟ اكتب ما تريد أو ما لا يرضيك في ورقة، وبعد انتهاء هذه الجلسة اذهب للمتكلم أو للمعلم وتحدث معه في هذا الأمر، أو ارسل له هذه الورقة بعد انتهاء ما يقول، فهم؟ فهذه يعتبر إظهار ملامح الفهم من علامات أو من أداب الاستماع. رابعا، من علامات أو من أداب الاستماع يا أيمن، أربعة، عدم المقاطعة. وهذه عدم المقاطعة، وهذه فائدتها ماذا؟ أستاذ، ما ينقطع النص على طيب الاستماع. أنا أقولها نيابة عنك، وفائدة عدم المقاطعة للمستمع إلمام المستمع بكل الذي يرسله المتحدث، إن لا يوجد قطع للمعلومات، ولكن ترسل يعني إيه، يعني المعلومات تباعا وبدون مشقة وبدون أي انقطاع عليه أو على زملائه. وهذه من الأداب التي تعود على المتكلم بماذا؟ زيادة الهمة والمراجعة والاطلاع وتواصل حبل الأفكار يا أولاد، مهم جدا. إن لو هناك انقطاع في كل مرة، ولذلك
يعني لو هناك انقطاع في كل مرة ستجد المتحدث ممكن في لحظة بعد أن تدخل بمقاطعتك سيقول يعني عندما يرجع أين توقفنا؟ طيب ما الذي كنت؟ وهناك من المتكلمين من ينسى ما يريد أن يوصله، إذا كانت هناك في ذهنه يعني معلومة يريد أن يوصلها بهذا الانقطاع الذي أحدثه المستمع، حدثت هناك يعني قطع للوصال بينه وبين المستمعين. فهم؟ فينبغي، ولذلك يعني تعلمون جيدا أن الأساتذة في المدارس وفي المحاضرات وفي الندوات يريد أو في البداية يقول من أراد شيئا عليه بكتابته في ورقة أو في عليه أن يرفع يده، وعندما يجد المتكلم أو المحاضر أو المعلم الوقت الكافي أو الفرصة سانحة سيقول لك تفضل يا فلان أنت أمامك فرصة للمشاركة. فهم؟ فلا تقاطع من يتحدث، وتعلم هذا حتى مع كل المتكلمين، مع الشيخ في المسجد، مع والدك، مع والدتك، مع أخيك الأكبر، مع طبعا معلمك في الفصل، مع مديرك، مع كل من هو أكبر منك يعني ويمسك بزمام الحديث. فإذا أردت أن تشاركه تقول له مثلا هل انتهيت؟ يقول لك دقيقة واحدة، وبعد أن ينتهي من إيصال ما يريد إيصاله قل له بعد إذنك أريد أن أشارك. فهم إزاي؟ طب رقم 5 عندك يا أيمن، رقم 5؟ لا أستاذ، أي موجودة 5. تفضل. ماذا سنفعل لو أنا المستمع إلى حديث؟ لا 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 فوقها تدوين الملاحظات. 5 تدوين الملاحظات والاستفسارات. تدوين الملاحظات والاستفسارات يعني وأنت تجلس كمستمع تدون بعض المعلومات التي يقولها المتكلم. طيب ما فائدتها للمستمع؟ عدم إضاعة أي معلومة بدون فهم. حسن، ستجد كل المعلومات التي تريد أن يعني تحتفظ بها ستجدها موجودة عندك في هذه الوريقات التي تدون فيها، وهذه فائدتها بالنسبة للمعلم زيادة الهمة والمراجعة والاطلاع. 6 من الأداب، آخر أدب من الأداب، الاستجابة للمتحدث والتفاعل معه. أيوة، عندما يسأل سؤالا ترفع يدك تشارك، المشاركات هذه يعتبر تفاعل ومشاركة منك مع أستاذك أو مع المتكلم. طيب ما فائدتها للمستمع؟ تبادل الحب والتعاون. أيوة، أنك تظهر أنك متعاون مع من يتحدث ومن يتكلم. طيب ما أثرها على المعلم؟ توثيق العلاقة بين المتحدث والمستمع، أن هناك توجد علاقة وعلاقة ود وعلاقة تفاهم بينك كمتحدث وبين المستمع، وهذا هو ما نريده. فالمتحدث ما أراد أن يتحدث إلا لكي يصل أو يوصل معلومة معينة إلى المتحدث إلى المستمع، والمستمع عندما تصل هذه المعلومة لابد وأن يظهر يعني يظهر أنه قد فهم، وهذا هو المقصود يا أولاد. ليس المقصود أن يقهر المتحدث المستمع أو أن يجبره على شيء، لا، أنت تريد أن تفهم، والمعلومة بيد من يتحدث. انتظر عندما ينتهي، وبعد إذا أردت أن تشارك ارفع يدك، اكتب ورقة فيها سؤالك، ناقشه بعد أن ينتهي ويسمح بذلك. هكذا يا أولاد يكون تبادل المعلومات، هكذا يكون تقدير من هم يمثلون دور الناصحين والعلماء. لابد وأن نعطيهم هذه يعني هذه الأمور حتى يتحدثوا بكل أريحية ويعطونا كل المعلومات التي نريدها. تفضل يا سلمان. هل سا؟ طيب. سؤال 5. لا نكتفي بهذا القدر من التسجيل، وإلى أن ألتقي في تسجيل آخر إن شاء الله لكم مني خالص التحية والتقدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.